سبعه بالدفار ايه ما عجباتكش هاي هايك خمسه نفخش العقمي نقوم منافق اكبر قوم منافق شفته البشريه هو هذا سيبا غيزو قالت لك بوق النفوم تكون عندك فلوس باش ديري الفيلر عاد اجاب هذاك غير حسد والموت الله يسلي فيكم بغيت نهضر لان بلغ السيل والزوبه اكبر شعب منافق شفته في الوجود هما نتوما اكبر شعب شفته كونسوماتور ديال الكول وديال الحشيش هما نتوما اكبر شعب شفته كونسوماتور ديال البرتوش هما حنايا اكبر شعب شفته كونسوماتور ديال الكذوب والنفاق هما حنايا وفي الاخر تيجي تيقول لك لا واذا ابتليتم فاستتروا سبب النزول والسبب ديال الطرح ديال الحديث ديال اذا ابتليتم فاستتروا ما عنده حتى شي علاقه بالبليه اللي عندكم انتم لان بليتكم هي واحد البليه اللي دايره الكرون بحال ديك الدوده اللي كتكون دوده كبيره مني جاي هادشي كامل درت له سمالتو لحقاش عجبني ولحقاش هو تاني ومشا نقول لكم لحقاش كل شيء دابا ولا كيديروا لحقاش انا بغيته قال لك لا من كدير هادشي القيمه العلميه ديالك كتنزل فين قريتي خويا في ان جامعه فين عمر القيمه العلميه ديال الانسان كتنزل الا كنتي نات في حجبانك ولا كنتي نافخش لا فين قريتيها فين قريتوها فين شفتوها وهاكا اللي كاين عجبكم الحال على عيني وعلى راسي كيف ما كننتهز هاد الفرصه هادي فين عمركم شفتو هادي نديروها تاني نفخش لعقمي وتاوني وكتطلع كتشرجع شدام وتقول لك يقول الله سبحانه وتعالى واعوذ بالله من قول الله سبحانه وتعالى وانتي الله ان مبرع منك وسير غسلي جنابتك بعدا غير من العادة السرية اللي عاد دايرة عاد اجي حكمي على انسان غادي نقول شي حاجة نصدقوا عاوتاني شي حاجة اللي هي ماشي هي هذيك وليني غنقول لحقاش كتعرفوني انا كنقول اعوذ بالله انهم قوم لوط وانت قوم اش انت قوم تامود وعاد الظالمين صباعه بالدفار ايه ما عجباتكش هاي كحلي بيا عينيك هادي باش ندير عليك خمسة لحقاش هاد البشر هذا القيمه ديالو ماشي على انك كتسكت له وما كتقول له حتى شي حاجه اولا كتفعل له اولا القيمه ديالو على انك تهبطوا البيت الموت دير له راسه في القرقاره ديال البيت الملي كتكون خانزه ديال المرحاض بالاداء ديال الدرهم وتحطها له في وجهه عاد ديك الساعه كيحشم لان قوم منافق اكبر قوم منافق شفته البشريه هو هذا سي با بوسيبل لان راه ما يمكنش تكونوا عايشين في هذا النفاق راه ما يمكنش صايمين شهر و11 شهر كافرين وانت قاسه كتحكمي على وحده اخرى انها متبرجه اعوذ بالله وبعدا متبرجه ونقيه عليك كيتك انت اللي مازال كتضربي القنبري وخانزه فين غاديين القمه ديال الانسان اللي عايش نتوما ما عندكمش ازدواجيات شخصيه نتوما عندكم لا كوادغوب بزاف على لا كوادغي بولاريتي مي سي با بوسيبل فو نيت با بيبولير فو زيت كوينتي بولير او سيستو بولير واو كتلقاه كيحكم على هادي ويحكم على هذا جو سو با انيرفي جو سو اجوردي رياليست لان باراك من النفاق وعييت قلت جو في مو كالمي غادي يرجع دوك سامات شويه ما نبقاوش نهضروا خلينا في حالنا ما نبقاوش وين ما يمكنش لان هادشي بزاف زدتو فيه او عباد الله زدتو فيه وانتي خانزه انا مازال تنقولها لك بيطانك ما كتعرفيش كديري تغسليهم جيت تهضري على لالياتك بزاف فلانه دارت وفلانه طلقت وفلانه تركت وفلانه ايه هذيك راه فاعله وتركه الاخر هذا الله يسمح لي وناري كتكوت بخ كتبدا تعاير وتحط في البنات ويحط في الرجال حتى معايا وفي الاخر يجي يقول لك والله يسمح لينا
ويلي نتوما راكم تحمقوا الملائكه، راه عندنا ملك في اليمين وعندنا ملك في اليسار، وقيل راه حماق وراه هربوا هربوا. فلما كانت شي فضيحه ولا كان شي فيديو ديال الفضيحه ولا كان فيديو ديال شي مصيبه كحله، كتلقاهم غاديين كيقلبوا. فلما كان شي فيديو اللي كيهضر معكم باداب ويهضر معكم باخواني اخواتي مرحبا بكم هنا، كتلقى 100 كتلقى 60 لايك اتسيتيرا. فلما تلقى شي فيديو فيه فضيحه فلان وفلانه، بوم الالاف والمئات. يعني قوم ديال القرقاره، يعني قوم ديال وبغيتو غير خنز الحمام موجود سهل، لان صعيب تكون زوين، انما سهل تكون خايب، سهل تكون خنز، سهل تكون انسان اللي هو قرقاره قادوس وتفرقع. حطينا ان تريتمون ديال الفيلر ديال المؤخره نيفي وحده كتبات لي خلاص نيفي ولات الفيلر ولينا نديرو المسوده. أو باز اختي تقيلي تكوموندي على دردق، تقيلي تخشي في القوالب، ها تقيلي تضربي في دردق، تقيلي تخشي في ما عرفتش. قرينا الكحله خشيتوها، الخيار خللتوه وطلعتوه بالخلونه وخشيتوه باش تكبر لكم المؤخره. وليني ملي كيجيكم تريتمون اللي هو صحي نو ويلي وشنو مالي كومبليكاسيون ويلي غادي توقع لي شي حاجه اختي. كيعجبكم الدود، كيعجبكم الزبل، الزبل القادوره. هنا اللي سمعك كاع ما يقول طبيب ديال هذا المستوى سي ولا انت طبيب خصك تكون في هذا المستوى. انا من يختيني طبيب الطبيب ديال 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 الملائكه، انا راه طبيب البشر وطبيب الكلب. الكلب كتعلم وكتقول له نو تيقول لك نو، تتقول له خصك دير بيبي هنا كيدير بيبي هنا الكلب، فما بالك البشر، فما بالك البشر. واش ما عيتوش؟ واش ما عيتوش؟ واش ما متوش من النفاق؟ مال دفارك دكتور مسبوغين. بحال واحد عاوتاني اللي كتلقى، وليني هادشي ان شاء الله لحقاش، كاينه واحد لا نوفوتي جديده لحقاش عاد وليت تنشري. نبوس بيديكم الماتيريال الجديد باسكو غادي نبدا ندير لكم فيديوهات جداد في يوتيوب. انا عاود لكم على قصص ديال المغاربه اللي شفتو اللي سمعت، وغاتسمعوا مزيان القصص، غاتسمعوا مزيان القصص، وغادي نخرج لكم ان شاء الله بالسميات، وتسمعوا القصص اللي شفت، وتسمعوا القصص اللي كيديروا عليكم سيار القوم، واللي كيديروا عليكم واعرين وفاهمين وقاريين شنو كيديروا داخل المجتمعات، لانكم زدتوا فيه. ليلى انا وما كنصبغش تفاري، ما عندكش فلوس وما اختي، الله يجيب لك التيسير، الله يسهل عليك فشي خدمه بديت تمشي تصبغي تفرق كل سيمانه. سوق راسنا حتى دخلنا سوق راسنا، دخلت سوق راسي حتى دخلت سوق راسي هاد ربع سنين ونص، تنشوف المصائب، تنشوف شنو واقع في انترنت، تنشوف شنو ولا طالع في الانترنت، تنشوف حاشا وجهكم، حاشا وجهكم، ماشي كلشي غير حبابي، حاشا وجهكم الزبل اللي ولا كيعطي في انترنت النصائح، حاشا وجهكم واللي تنشوف الزبل اللي ولا في انترنت يقول لكم ها شنو ديروا كتفعلوا، تنقول الفيلر يا فمي ونسكت. زعما يمكنش امبوسيبل امبوسيبل. ويلي علي در 10 دراهم ديال الكونيكسيون ولا كيطلع يعطي النصائح، علي در 10 دراهم ديال الكونيكسيون ولا كيطلع ويدير اللايفات ولا يطلع ويقول مع راسه مؤثر. فاش مؤثر؟ في القوادس، في القرقاره، مؤثر في الخنز. ولاني عنده الحق، لان لقى الخنز اللي كيتبعو. اما الناس الراقيين تبارك الله اللي الاغلبيه ديالهم عندي ما كيتبعوش الخنز، مي ديك القليله اللي ولاو كيتبعوني انا لحقاش خانزين، خصنا نعطيوهم شويه ديال الخنز اليوم باش يرجعوا لقواتهم. هنا ماشي بلاصتهم. واه كلشي ولا مصلح اجتماعي، كلشي ولا تيقول لك انا مشهور، انا مؤثر في السوشيال ميديا. كعرفوا شتي نطقوا ما معنى السوشيال ميديا؟ انا مؤثر في السوشيال ميديا. ايوا واش ندب ولا نديرهم حلقات؟
وما كتعرفش تقول حتى السوشيال ميديا. انا مؤثر في السوشيال ميديا وتسير عقرة تسير عاوعة تسير عام حول أمية. نقصنا شوية من الأمية داخل المجتمع. أودي لا حول ولا قوة إلا بالله. مجلة لالا العروسة، أخبار حصرية بجودة عالية. لا تنسوا الاشتراك في القناة للمزيد من الأخبار.